قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شد الحيل وارفع راسك بالعالي يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي يا سوري. لبنان بإطار أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري في القاهرة بوار العالم العربي وقلب العالم العربي وقلب العرب والعروبة، جئنا إلى القاهرة في وفد من المعارضة السورية في أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري. وجدنا تجاوبا ودعما كبيرا من كافة أطياف المجتمع المصري الشعبية والسياسية والمدنية ومن كافة تنظيمات الثورة المصرية من منظمات وحركات وخلافات شباب الثورة المصرية. في البداية اسمحوا لي أن أقدم لكم السادة أعضاء وفد المعارضة السورية الذي يزور القاهرة. هذه الزيارة التي بدأت هذا الأسبوع، أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري الذي بدأ منذ يوم 7 سبتمبر ويستمر حتى يوم 13 سبتمبر. في البداية الدكتور منذر ماكوس القيادي في تجمع 15 من آذار مارس من أجل الديمقراطية في سوريا، الشيخ إسماعيل الخالدي نائب رئيس اتحاد العشائر في سوريا، الأستاذ هيثم المالح شيخ الحقوقيين في سوريا والمعتقل الرأي السابق والمدافع الأول عن حقوق الإنسان في سوريا، إلى جانبه الأستاذ صلاح بدر الدين القيادي في الحركة الوطنية السورية والشخصية المعروفة في سوريا، الشيخ مرشد الخزنوي أحد دعاة الانفتاح في سوريا، ونجل الشهيد معشوق الخزنوي الذي دفع حياته ثمنا من أجل الحرية في سوريا والذي قطع أوصاره الأجهزة الأمنية إلى 4 أجزاء، فقام الشيخ مرشد بدفن والده وهو مقطع إلى 4 أجزاء. إلى جانبه الأستاذ عبد الأحد الصيفو رئيس منظمة الآشوريين في أوروبا، الأستاذ فارس الشوفي الناشط السياسي والحقوقي من سوريا، السيد مؤمن الكويفاتية كاتب وناشط سوري ومن ضمنية الثورة السورية في مصر. يعني فقط للتذكير، نحن مجتمع غير طائفي، مجتمع السوري مكون من مزيج ومزيج فريد يتعايش في سلم منذ آلاف السنين، من دروز، من مسيحيين، من علويين، من آشوريين، من عرب، من أكراد. حركة كفاية كان لها دور كبير في الإعداد والتنظيم لهذا الأسبوع، أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري. فنوجه الشكر إلى الأستاذ جورج الحاق وإلى الدكتور هاني عنان. التقينا أيضا حتى الآن مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجدنا سعة صدر وقلوب مفتوحة تحتضن معاناة الشعب السوري والإصرار على دعم كافة تحركات الشارع السوري والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لنصرة الشعب السوري والثورة السورية. التقينا مع العديد من منظمات المجتمع المدني المصري في مقر جمعية الشبان المسيحية، والتي يعني نقدم لها جزيل الشكر يعني لهذه اللفتة الكريمة، حيث يعني تم تبني أن يكون هناك إطلاق لما يسمى بالدبلوماسية الشعبية
الإصرار على تشكيل ائتلاف من شباب الثورة المصرية ومن شباب الثورة في سوريا، إضافة إلى رغبتهم أيضا لبعض التنظيمات التي كانت مشاركة في هذه النزوة في مصر جمعية الشبان المسيحيين لتنظيم أسبوع مصري لدعم ونصر الشعب السوري يذهب من إلى سوريا لنصرة إخوتهم هناك. اليوم أمس التقينا مع قيادة حركة مع قيادة حزب المصريين الأحرار، مؤسس حزب المصريين الأحرار رجل الأعمال المصري الأستاذ نجيب سويرس الذي نقدم له كل الشكر أيضا، الذي يعني وجدنا تعاطفا يعني يعجز اللسان عن تقديم كل الشكر عن هذا التفهم للحالة السورية ولخصوصية الثورة السلمية في سوريا، حيث أعلن السيد سويرس يوم أمس بأنه سيخصص مساحة يومية في قناة فون تي في تعنى بالشأن السوري واستضافة كافة المعارضين سواء كان في مصر أو عبر الأقمار الصناعية من كافة دول العالم لتسليط الضوء حول معاناة الشعب السوري ورغبة القوى الوطنية المعارضة حول مرحلة ما بعد بشار الأسد، إضافة إلى اقتراحه عن تقديم دعم لأسر الشهداء وإمكانيات تقديم كافة الدعم والإمكانيات لمساعدة وإسعاف الجرحى ومنهم من يمكن كان هناك منهم من يمكن أن يأتي هنا إلى الظاهرة، فإنه يعني أكد بأنه مستعد لمعالجتهم واحتضان هؤلاء الجرحى. أهداف هذا الأسبوع باختصار حتى أفسح الكلام للسادة أعضاء الوفد هو حشد كافة أنواع الدعم لنصرة ودعم الشعب السوري فيه. لذلك أتت هذه التسمية، نحن غير موجودون من أجل عقد مؤتمرات أو تشكيل مجالس انتقالية، لأن الشارع السوري قال كلمته بأنه لا يريد أي مجالس انتقالية أو تمثيلية له في الخارج، يريد فقط تقديم يريد توحيد صفوف المعارضة وأن تكون هذه المعارضة في الخارج تكون دعامة للثورة السورية وللشعب السوري وللثائرين في سوريا وليس للركوب على موجة التغيير. الشارع السوري يوم أمس قال بأنه كان يوم الجمعة أمس تحت عنوان جمعة الحماية الدولية، أكد الشارع السوري بأنه يطالب بالتدخل الدولي في الحماية الدولية لحماية المدنيين في سوريا وفق ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان. المطلوب نحن هنا من خلال زيارتنا هنا لأننا نعلم أن لمصر من دور إقليمي ودولي وعربي فاعل ولما تمثله مصر من ثقل سياسي وشعبي، لذلك بدأت زيارة الوفد هنا إلى القاهرة انطلاقا من القاهرة ربما تنطلق إلى العديد من الدول العربية والدولية لتفعيل الموقف العربي والإقليمي والدولي، فتحريك الشارع المصري سيعني تحريك كافة الشوارع العربية لضرورة وضع حد للتدخلات الإيرانية ولأدوات إيران في المنطقة وعلى رأسها ميليشيا حزب الله. الثوار السوريون بحاجة إلى دعم وتضامن الشعوب العربية من أجل وضع حد للمجازر والانتهاكات التي تحدث في سوريا، هناك عشرات الشهداء، عشرات الجرحى يوميا، لم نقل بالمئات، هناك آلاف المحصورين، آلاف المعتقلين، آلاف النازحين في دول الجوار، فإذا يجب أن يخرج العالم عن صمته وأن يتضامن مع الشعب السوري ويعبر عن أشكال هذا التضامن. لذلك من خلال حوارنا مع القوى السياسية والشعبية حتى الآن في مصر والتي ستستمر خلال الأيام الماضية مع العديد من القوى السياسية والشعبية المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصري، سيكون يوم الجمعة القادم جمعة دعم ونصرة الشعب السوري، ستخرج مظاهرة كبيرة مليونية في ميدان التحرير في القاهرة ليعبر المصريون عن تضامنهم مع إخوتهم في قاهرة المعز في قاهرة العرب وبوابة العربي. لا ننسى يوم ختام زيارة الوفد إلى القاهرة سيكون يوم 13 من سبتمبر، يوم الثلاثاء القادم سيكون هناك مظاهرة أمام مقر جامعة الدول العربية يوم 13 من سبتمبر أمام جامعة الدول العربية على الساعة 11 صباحا من أجل
المطالبة بتفعيلها لجميع الدول العربية، ونحن متأكدون بأن السيد نبيل العربي والذي سيذهب لغطاء الأسد السفاح في دمشق سيعود كما ذهب إلى هنا. أترك الكلمة في البداية للمحترم هيثم المالح في كلمة موجزة ليكون هناك فرصة لطرح أسئلتكم، ومن ثم الأخوة الحضور من أعضاء الوفد السوري يجيبون عن أسئلتكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المثل العربي يقول لسان الحال أبلغ من لسان المقال. ما يجري على الأرض السورية يعرفه القاصي والثاني، والثورة المصرية التي بدأت قبل الثورة السورية معنية فيما أعتقد بمتابعة هذه الثورة للتجري وتجري فيها الدماء شلالات. كيف يمكن جعل من العرب كيف يمكن للإنسانية عندما الأطفال يقتلون، عندما النساء تتابع أعراضهم، أترى هذا الدمار الشامل الذي يشنه جيش ليس له انتماء للوطن يحاربنا جيش آل الأسد وكأنهم أتوا عبر البحار؟ لا أعتقد أن هناك فارقا كبيرا بينما يفعله الجيش السوري والأجهزة الأمنية السورية بما فعله الجيش الأمريكي في العراق وما فعله جيش الصهاينة في فلسطين، ولعله أبلغ. لقد هدمت المساجد ودنست المصاحف وانتهكت أعراض الناس وحرياتهم وأموالهم، والعالم كل العالم لا يزال العمر بعيد وكأن الأمر لا يعني. جئنا للقاهرة لأن صلاح الدين الأيوبي لم يهدم الصليبيين عندما تتبع التوحد مع دمشق، دمشق والقاهرة جناحا العروبة والإسلام. جئنا للقاهرة من أجل أن ننبه إخواننا وأهلنا في القاهرة لما يجري في سوريا، ونحن لا نطلب منهم بل نعتبرهم شركاءنا، شركاء في هذه الثورة المجيدة التي تريد أن تطيح بهذه الأرض من الفاسدة العبيدة. لقد أطاحت الثورة المصرية بمبارك كما أطاحت الثورة التونسية بزين العابدين، وكلاهما كان حصان طوادة للنظام الأمريكي، والنظام السوري ليس بعيدا عن النظام الأمريكي بذلك، بل هو عبيد للصهيونية والأمريكية. جئنا إلى القاهرة من أجل أن نرى إخواننا يهوجون في الشوارع ينادون معنا بإسقاط شرعية نظام الأسد. لا أريد أن أطيل عليكم، ما يعانيه الشعب السوري فوق الوصف، وما نراه على التلفاز هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها. نرجو من إخوتنا بل نطالبهم أن يكونوا إلى جانبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ صلاح بدر. كنا نسي.
مرحبا بكم جميعا واهلا وسهلا. طبعا امام احاديه النظام الشمولي الحاكم في سوريا، احاديته في كل شيء، في الحزب الواحد، في العائله الواحده، في الفكر الشمولي الواحد. اقول امام ذلك نحن هنا الجالسون والوفد بشكل كامل نشكل نقيضا لما هو قائم قسرا في بلادنا. نحن سوريا الحقيقية هنا، نحن جميع المكونات السورية هنا أمامكم، ونحن جميعا متكاتفون ومتفقون على مسألة أساسية وهي إسقاط النظام، وهذا اقتداء بانتفاضتنا الباسلة وشعارها المرفوع الآن في جميع شوارع مدن ومناطق وبلدات بلادنا. لذلك جئنا جميعا إليكم كما تحدث زملائي أيضا إلى القاهرة وإلى شعب مصر العظيم لنستفيد أولا من تجربتكم ولنتلقى دعمكم في هذه الظروف الصعبة. وكما تفضل الزملاء هناك في هذا الأسبوع بالحقيقة إلى الآن وخلال اتصالاتنا واجتماعنا مع عدد من الأحزاب الوطنية المصرية وبعض وسائل الإعلام استفدنا كثيرا من نصائح أخوتنا وملاحظاتهم وتجربتهم التي انحصرت، هذه التجربة الظافرة التي حققت المرحلة الأولى من أهداف الانتفاضة أو الثورة المصرية وهي إسقاط النظام. طبعا بالتأكيد نحن أمامنا مشوار طويل وسنستفيد من تجربة مصر وتونس وبلدان أخرى. لذلك نحن الآن من جميع النواحي نحتاج إلى دعمكم، وبالتأكيد يعني بدأت تباشير هذا الدعم من خلال الإعلام، حيث معظم القنوات المصرية والصحف بدأت تكتب وتنشر حول موضوع دعم، يعني أسبوع دعم الشعب السوري. لذلك نحن هنا من أجل هذه المسألة ونرحب بكم كوسائل الإعلام، وأهلا وسهلا بكم وجاهزون لأي سؤال إذا كنتم تودون طرحها علينا، وشكرا. مغلوبة كبيرة، وأنه ليست هناك أي عصابات إرهابية. عصابات إرهابية الوحيدة هو ما يسمى اليوم بالجيش السوري الذي يقوم بقتل شعبه وبأشكال لم يكن لها مثيلة. البارحة فقط هناك سجن كبير كل الناس تعرفه، هو قليلا منه كما تفضل الأستاذ هيثم المالح، قليلا منه نشاهده فقط، هناك أكثر بكثير مما يجب. والبارحة فقط كمثل صغير أحد إخواننا الذي كان معنا واليوم سافر كان يتصل بأخيه، وكنت أسمع الاتصال على الهاتف النقال يقول له من منطقة الحفة هناك حوالي 2000 من المهاجرين الذين هربوا بأطفالهم على مسافة حوالي 30 كيلومتر ليصلوا إلى الحدود التركية، وهم محاصرون على الحدود لا يريدون الدخول لأنهم يريدون العودة إلى أهلهم. وتقوم الطائرات السورية والمدفعية بقذف قنابل مسمارية على هؤلاء القادعون على حوالي 2000 شخص. الجيش الذي دفع له الشعب السوري من دمه لتجهيزه ولتمويله وقوى الأمن أيضا اليوم تقصف شعبها بالقنابل المسمارية المحرمة دوليا حتى ضد الأعداء. تصوروا نظام يستعمل أسلحة محرمة دوليا ضد عدو، محرمة ضد إسرائيل، وهو يستعملها اليوم ضد شعبه الذي يهرب بأطفاله هربا من عمليات الجحيم الجهنمية التي يقوم بها. النظام يقول ويمارس عملية تضليل
رهيبة، ولكنها لم تعد خافية على أحد. النظام يحاول أن يوهم الأقليات في سوريا، الأقليات المذهبية والإثنية، بأنه حامل لهذه الأقلية. ونحن نعرف جزء هذه الأطروحة الكبيرة، وأصبح أعظم الشعب السوري كيما أقول الجميع يدركون أن الحال للأقليات كلها والشعب السوري بأسره بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والإثنية والمذهبية هو مجتمع الغد، مجتمع المواطنة، المجتمع الذي نحن به جميعا، مجتمع المؤسسات، مجتمع ديمقراطي، مجتمع فصل السلطات، مجتمع حرية الإعلام. هذا هو الضمان الحقيقي الذي يحمي الشعب السوري بأسره بما في ذلك الأقلية. قد نتساءل إلى أين تذهب الأحوال في سوريا؟ نحن ندرك حتى الآن لا يزال الجيش السوري متماسكا، وأن عمليات القمع التي تقوم على رأسها من يسمى قادة الهرم في الجيش السوري، قادة فرق وقادة ألوية، ونحن نعلم أن الأغلبية الساحقة إن لم تكن الكامل لهؤلاء ينتمون إلى لون معين نعرفه جميعا. إن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الطائفة العلوية مسؤولة عما يحدث. النظام يحاول أن يحكم باسم الطائفة العلوية. النظام يأخذ الطائفة العلوية وكل الأقليات رهينة لكي يبقى في النظام. مطلوب اليوم أن تفهم هذه الأقليات أن حالها ليس النظام، وأنها يجب، هناك أقليات لم تقم حتى اليوم بواجبها وتستنكر. ليس لأنها ليست وطنية، إنها وطنية بامتياز أيضا، ولكنه يمارس عملية التخويف وعملية التجيش الصامت، يفهمهم أنه إذا ذهب النظام فسوف يقوم الآخرون بالانتقام منهم، وعلى وجه التحديد يقول الحركة الدينية سوف تنتقم منهم. هو كاذب، الحركة الدينية هي جزء من المجتمع السوري، هي حركة وطنية بامتياز ومن المكونات الأساسية للمجتمع السوري. ونحن نشعر بالفرح اليوم أن هذه الحركة تتجاوز هذه الأمور وتصبح كغيرها من الحركات الوطنية والسياسية، وتقبل بالتعددية الديمقراطية ومتفاهمة مع كل المكونات الأخرى من أجل المجتمع الذي تحدثنا عنه، مجتمع ديمقراطي تعددي مؤسساتي، فضل المؤسسات، حرية الإعلام وغيره. لكن هذه لماذا تقوم هذه العصابة الموجودة على رأس الجيش والأمن؟ لأن هذه القوى العادية هم ليسوا كثيرين، وهناك لسهم أيضا من الطوائف، لكن أغلبيتهم الساحقة الذين يمتلكون المفاصل ويقودون عمليات القمع نعرف منهم. هؤلاء متورطون منذ الثمانينيات في المجازر المرعبة التي حدثت في تلك الأيام والتي لم يعرف عنها العالم كثيرا. قال حافظ ذلك الأيام حدث وانتهى الملف مغلق، وأغلب العالم لا يعرف البحثية التي حدثت، وعشرات آلاف القتلى والمقتولين الذين لا نعرف مصيرهم حتى اليوم. واليوم منذ 5 أو 6 أشهر يقومون بعملية قمع، تحدثت عنها سابقا، العملية القمع الوحشي. هم إذا مترابطون، هؤلاء نفس الأشخاص أو نفس الدوائر بعملية قمع شعبهم على مدى قرون، وهم مترابطون بالفساد، لقد نهبوا هذا الشعب، وبالتالي هم يعرفون أنهم إذا رحلوا كما يصب منهم ماذا يعني ذلك؟ يعني انتحار الذات ولا أحد ينتحر. إذا هؤلاء سيستمرون بعملية القمع حتى النهاية. من الطرف الآخر الثورة لن تتراجع أبدا بعدما حدث في السابق ويحدث اليوم. كيف يعود هؤلاء الثوار إلى بيوتهم؟ هم يعرفون أن هذا يعني أيضا انتحار من طرفهم، وهم يدافعون عن الحرية والكرامة. التاريخ أثبت أن من يدافع عن الحرية والكرامة لا يتراجع ولا يتراجع. إذا نحن أمام حالة استعطاء شبه مطلق. القتل يستمرون والشعب سوف يصمد حتى النهايه. ومن هذا الباب نحن ننظر الى تعاطف الشعوب العربيه وان تقف موقف على الاقل الاخلاق. اين هؤلاء الذين يدافعون عن القيم وعن الاسلام اليوم لا يتحركون؟ نعم حدثت بعض المواقف ولكنها متواضعه حتى الان. نطلب اكثر، يجب ان يتضامنوا مع الشعب السوري كما تضامنوا مع الشعب الليبي. والقمع الذي يحدث اليوم في سوريا يتجاوز بكثير بوحشيته ما حدث حتى في ليبيا. الموقف الدولي غير متواضع. العقوبات التي يتحدثون عنها ويقولون تصوير القضاء ومنع السفر وبالذات من العرب، وحتى العقوبات النفطيه التي كنا نعرف يعتقد بعض، انا لا اعتقد، انا ربي اعرف ما معنى هذه العقوبات. العقوبات ستدور حول النظام، يجب مقاطعه شامله لكل
النشاط والتبادل الاقتصادي والتجاري بشكل مطلق من قبل الدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده وكل العالم. هذا يجعلنا نفكر انه لا حل او الحل الامثل على الاقل ولو كان نسبيا ان يحدث شيء عبر الامم المتحده عبر مجلس الامن. نعرف ان هذا يصدر اليوم بالموقف الروسي والصيني بسبب بسيط. انا اعتقد ان الاخوان في روسيا والصين لا يفهمون مصالح بلادهم الاستراتيجيه لان هذا النظام زائد كما اخطاوا في ليبيا ودعم القذافي اليوم ذهب القذافي. من سيعطيهم صفقات في المستقبل؟ وفي سوريا هذا ايضا شيء طبيعي. السياسه الدوليه ليست جمعيه خيريه. من ساعد الشعب الليبي من حقه ان يحصل على صفقات في المستقبل. هذه عمليه تجاره بسيطه ولا نطلب ولا احد يستطيع ان يطلب صفقات. اليوم ايضا في سوريا نحن اليوم نتناقش كثيرا حول موضوع يسمى الحمايه الخارجيه. لماذا؟ ولنقل تحت غطاء الأمم المتحدة والجامعة العربية. إذا كانت متعددة الجامعة ونحن نفضل، إذا كانت غير متعددة فليكن تحت غطاء الأمم المتحدة. شكرا. كلمة صغيرة إلى الأستاذ المحامي محمد الحريري من أبناء مدينة داعا. يعني تعليق عن موضوع الدور السلام عليكم وحزب الله في إقامة الانتفاضة في سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن بإيجاد لو سمحتم حتى يكون هناك وصال من أجل نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر أن كحل علينا بإسقاط هذه الأنظمة الطاغية التي أذلتنا وأذلت أهلنا وقبلتنا وقتلت أهلنا. ونتوجه أيضا إلى أهلنا في الأرض المحتلمة اعتبارات محتلمة هذه السلطة الطاغية باسم الأسد بأن يصبروا. ونقول لهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونقول لهم إنما النصر صبر ساعة وأثبتوا على ما أنتم عليه من دولتكم المباركة من سلمية ولا طائفية ووطنية. أما بالنسبة للموضوع المصري نحن ندرك تماما ان مصر بعد ثوره 25 يناير المباركه تحاول ان تسترجع دورها العربي الريادي وهذا حق لها ونحن نثني على ذلك الوطن ونرجو من الحكومه المصريه دعم الثوره المصريه ونرجو بشكل خاص من الاعلام المصري التاكيد على ثوابت الثوره السوريه ودعمها بشكل كامل وبخاصة التركيز على المحور الخارجي التي تقع في سوريا ونقصد بها المحور الإيراني مع حزب الله وخاصة حاليا أن إيران تحاول إعادة علاقاتها بمصر فنحن نرجو من الإعلام المصري والأحزاب المصرية خصوصا فتح هذه العلاقة الإيرانية مع سوريا ونحن نؤكد من خلال تجربتنا مع الإيرانيين أن إيران لا يضمن أحد أبدا أن يمكن لإيران أن تتزحزح أنملة عن دعم النظام السوري وهذا ما أريد أن أقوله. شكرا. الشيخ إسماعيل الخالدي نائب رئيس العشائر السوري. لم يحفظ بالتاريخ العربي هذا الجيش الذي ذل تحت هذه القيادة 44 عام من 67 لم ينتصر على أي معركة إلا على الشعب العربي. قتل الفلسطيني بلبنان وقتل الشعب اللبناني وحارب الجيش العربي وقتل الشعب الأردني وقتل شعبه. هذا الجيش لم ينتصر على إسرائيل ولا على عدو خارجي. هذا الجيش 44 عام والجولان وأنا ابن الجولان محتل. ممنوع على أي سوري أن يتعدى الخطوط إلى الجبهة. أما عندما يأتي من جبل الجولان يدخل دمشق لا يتم تفتيشه ولا يتم أمنه إلا هم حراسة على إسرائيل. الجيش العسكري الإسرائيلي للجولان ينام قرب العين. هذا الجولان جنة الله في الأرض 244 مزرعة وقرية ومدينة 700 ألف نسمة نازحون إلا ثلاثة قرى موجودون بحوالي 15 ألف نسمة بالجولان. وهذا الشعب النازح يعاني الأمضين الآن يحاربونه في لقمة عيش يقتلونه في الحجر الأسود وفي المعظمية وفي الكسوة وفي ضواحي دمشق.
أن يقول نحن نريد حماية وطنية ونريد دخل عربي بالدرجة الأولى وإسلامي وأممي، تدخل أجنبي تحت قيادة الأمم المتحدة، لأن هذا النظام هذا الوحش يقتل يغتصب ينتهك المحرمات. والله لا يمكن عد لو بدتم موسوعات عد جرائمه. يجب على الأمة الإسلامية والعربية الوقوف مع هذا الشعب أتعذب. ونشكركم كثير. شكرا. الأستاذ عبد الأحد الصديق هو رئيس المنظمة الآشورية في سوريا. أعتقد أن الإخوة تحدث عنه عن أرض جوانب ولا نكرر الحديث، بس أنا حابب أسأله لكم متعلقة بالمعارضة، فمرجوكم لا تستعجلوا علينا شيء، عندنا خلافات هذا الشكل، لكن أعطونا الوقت حتى نرتب، يكون شأن إمكانية أن نرتب بيت المعارضة يعني. الحقيقة هني يعني حواجز كثيرة موجودة، ويمكن أول المهمات اللي لازم نحن نعملها نحن نحاول نكسر كل الحواجز اللي خلق هذا النظام منذ أكثر من 40 عام، الطائفية العنصرية الفساد القمع الاستبداد وهو إلى آخره. يعني هذه قضية كثير حساسة. يعني أنا شخصيا أؤمن دائما بالولادات الطبيعية، يعني أكيد الثورة تقول العكس ذلك. كنا نتمنى في نهاية شهر رمضان المبارك أن يسقط النظام و ينتهي هذا الكابوس عن الشعب السوري، لكن يبدو أن ولاداتنا الطبيعية ستتأخر أيضا. أتمنى بتسعة أشهر تلد لنا سوريا الجديدة، سوريا وطن للجميع، سوريا بلد تعددي، سوريا ديمقراطي، سوريا لا شك يعني في شغل كثير لازم نشتغل. وبحب كمان انهي الملاحظة الصغيرة كمان، نحن شعبنا السوري منه شعب كاميكاز، شعب بيحب الموت، لا، نحن شعبنا بيستشهد حتى يبني حياة جديدة لمجتمع جديد يعني. وبشكركم. الأستاذ فارس الشوفي الناشط الحقوقي والسياسي وابن جبل العرب من الطائفة الأردنية. صباح الخير. حقيقة الأمر أن النظام الحالي في سوريا هو نظام غصب السلطة، وهو نظام غير كرس، وحاليا يعني نشوفه على الفضائيات من وحشية هذا النظام، هو في حالة مستمرة من 40 عام. السجون كانت دائما مليئة، التعذيب بشكل أوتوماتيكي. النظام السياسي اعتبر الصفة غنيمة سياسية، ثروة البلد دمرها في المحافظة على وجوده، استطاع أن يلعب على كل الأيديولوجيات وخاصة أيديولوجيات الأقليات، التي تفضل الأستاذ ماخوص بحديث عنها أن هذا النظام هو حامل الأقليات وحامل الأقليات الأخرى. حقيقة الأمر الأقليات عانت الأمرين من وجود هذا النظام، وخاصة الشعب الكردي الذي حرم من حقوقه طيلة 50 عام. فيما يتعلق بالأقلية الدينية، يوجد اليوم نصف مليون درزي في فنزويلا والبرازيل، يعني نصف الدروز السوريون هم موجودون الآن في المهجر وفي الشتات، هم مشوا من الحياة السياسية والاقتصادية، لا يوجد أي سلطة للدروز في السلطة السياسية، صفر سلطة سياسية. هذا النظام السياسي استهلك واستهلك كل أدواته السياسية والاقتصادية وأصبح مطروحا، ومع الأسف الشديد مرر نفسه كنظام مقاوم ونظام مانع، وحافظ الأسد كان يود أن يحرر
القدس قبل الجولان. وعمليا هو نظام كاذب ليس ممانعا وليس مقاوما ولا يحمي الأقليات، وهو استراتيجيا الهدف الأساسي بالنسبة له الاحتفاظ في السلطة إلى أطول وقت ممكن. فالشعب السوري اليوم يذبح، ونحن السوريون بحاجة إلى حماية، والنظام السوري داخل في استراتيجية لهم حتى النهاية، وكل الخيارات أمامهم مفتوحة من تقسيم وحرب أهلية وفوضى. فنحن بحاجة للشعب المصري وبحاجة للمساعدة حتى نحقن دماء الشعب السوري. فنحن نعرف جميعا أن الشعب المصري متعاطف مع الشعب السوري، ونرجو مساعدتهم، وشكرا. مما فيه الجامعة العربية الضاق علي أن يريد تجمعا هائلا كما الحال عند السفارة الإسرائيلية، الذين قتلوا 5 من الجنود المصريين هم أهلنا ونحن معهم، ولكن أيضا نريد وقفتكم مع أهلكم في سوريا. بالأمس 40 شهيد وكل يوم بالعشرات، لابد الوقوف الصارم والحاصل. هذا هو الطيف السوري الذي ترونه أمامكم، الدكتور العربي، الدكتور الدرزي، الأثوري، السني، لا يوجد فرق بين الطوائف، وإنما النظام أراد أن يستجر، هذه الثورة إلى حرب طائفية، وهذا ما يترفضه فئات الشعب. وشكرا لكم. شكرا. أتمنى كل واحد يديني أفكار كيف يريد أن الشعب المصري يقابل الثورة السورية، لأنه إحنا في حالة زي ما أنتم شايفين توتر في الشارع المصري وتوتر في الشكل الحكومي، والمجلس العسكري عليه مهام كثيرة. فأنا عايزة تصور سريع من إحدى أقطاب المعارضة، خطوات خارطة الطريق، كيف تريدون أن الشعب المصري يقابلكم؟ والسؤال الثاني، ان الاعلام المصري غير واضح عن ايران حتى الان، وهناك وفود شعبيه تذهب الى ايران وتطالب باعاده العلاقات المصريه الايرانيه. فارجوكم كل واحد منكم ان كان لديه افكار او تجارب يحكي لهم كيف تتدخل ايران لدعم النظام السوري. وشكرا. السؤال الاول اذا ممكن الاستاذ هيثم المالح يتفضل، والسؤال الثاني دكتور منذر ماركوس. على الجامعة العربية من أجل أن تسعى لحل المشكلة السورية ضمن الأسرة العربية، حتى لا نضطر نحن السوريون لنقل هذه المشكلة إلى المحافل الدولية وتدويرها كما حصل في دول أخرى عربية. لا نريد ذلك، لكن إذا اضطررنا فما حيلة المضطر إلا اللجوء إلى هذه المسألة. الأمر الآخر، الضغوط على الحكومة المصرية من أجل سحب سفيرها من دمشق وطرد السفير السوري الذي هو عبارة عن جزء من المخابرات، جزء من الأجهزة الأمنية. أنتم تعلمون والعالم كله يعلم كيف تمارس السفارات السورية في الخارج تصوير متظاهرين وإرسال الصور إلى المخابرات السورية إلى دمشق من أجل مضايقة أسر المتظاهرين في الخارج. فهاتين النقطتين بالنسبة لنا مهمتان جدا، بالإضافة إلى المظاهرات التأييدية في الساحات العامة ورفع الأعلام السورية وصور الشهداء السوريين، هذا يشكل ضغطا إعلاميا. من جهة أخرى، إيران اليوم تحاول أن تجعل النظام السوري يدها اليمنى لتحقيق مشروعها فلنقل القومي الفارسي. هناك محاولات أن تقوم، هناك ما يسمى بالهلال الشيعي. لن نذهب بعيدا لأن هذا الموضوع حوله طبعا نقاش، لكن من الواضح أن إيران تحاول أن تخلق مع سوريا الأسد بالطبع، وحتى مع العراق بتركيبه الجديد الذي فيه هيمنة معروفة، ويمر عبر الأقليات الشيعية المتواجدة في بلدان الخليج العربي، وتفرض عبر هذا المحور نوع من الهيمنة الإقليمية. وهناك التحالف الاستراتيجي بين سوريا والإيران الذي هو بيت القصيد في السؤال، هو واضح لأن الدعم
ككل حالة في السياسة وحتى في الاقتصاد لا تدعم بعضها. إيران تحاول أن تجعل من النظام الإيراني من النظام السوري قاعدة متقدمة لها في المنطقة، والنظام السوري بحكم طبيعته وتكوينه واستماتته للبقاء في السلطة يحاول يستفيد من إيران لدعمه بكل المجالات عسكريا وسياسيا واقتصاديا. ولا لا ننسى منذ عدة أيام فقط أو من أسبوع أو شوية تبرعوا الإيرانيين بخمسة فاصلة 8 مليار دولار لمساعدة النظام السوري في محنته الحالية، وأكثر من ذلك ذهبت الصفقة أن يطلبوا من المالكي تدبير حوالي 10 مليار دولار لمساعدة النظام السوري، علما أن كانت هناك صراعات ليست بعيدة بين العراق، عراق المالكي أقول بالتحديد، النظام السوري الذي كان متهم من قبل المالكي شخصية بتدبير عملية تفجير في الوزارات العراقية بما في ذلك وزارة النفط والخارجية. هناك تحالف أكيد. أكثر من ذلك نقلا عن مصادر الثوار في الداخل يشاهدون، طبعا لا أتكلم عن حزب الله، حزب الله الحقيقة هو المحور الأساسي في هذه العملية. حزب الله من المعروف كان له سمع عندما قام بعملية تحرير الجولان اللبناني ومشكورا على ذلك، لكن الدولة التي لعبه حاليا أصبح دور عكس الدور المشرف الذي قام به سابقا، وهو داخل في اللعبة. واليوم هناك معلومات أن بعض مقاتلين حزب الله يساهمون في عملية القمع، وحتى أكثر من ذلك هذا خبر غير مؤكد في بعض مصادر الثورة تقول حتى إيرانيين كانوا يشاركوا بعرفة. ناهيك عن الأمر الذي تحدث عنه على ما أعتقد الأستاذ هيثم المالح، أن إيران تقدم مساعدات لوجستية مهمة سواء بالأسلحة أو في العمليات الاستخبارية أو في أجهزة متقدمة للكشف ومحاربة التواصل عبر التليفونات النقالة التي تستعمل على نطاق واسع اليوم، وتكاد تكون الوسيلة الواحدة ليعرف الرأي العالم الإقليمي والدولي وحتى المحلي بما يحدث في سوريا. كما تعرفون جميعا هناك منع إعلامي كامل في سوريا. إذا يساعدون النظام السوري في مسألة حيوية ومهمة هي مقاومة عمليات النقل الإعلامي التي تتم عبر الأجهزة النقالة. التحالف هذا من المؤسف طبعا أن أفهم فعلا العرض الذي تقدمت فيه السيدة وهو مقنع، لأنه لأن الإيرانيين دعموا الثورة السورية المصرية وهم ضد الثورة السورية، وينطبق هذا أيضا على أمور أخرى، فلنقول على الثورات العربية الأخرى دعموا على مسألة السورية لأنهم معنيون فيها، حلفهم استراتيجي مع النظام السوري ضمن ما حكيت عنه الحلف الفارسي أو الهلال الفارسي في المنطقة. وشكرا جزيلا دكتور منذر ناقص. سؤال، فتحت استراتيجية متميزة مع إيران بموجبها فتح أبواب سورية إلى الإيرانيين، ألا أقول الشيعة الصفويين، لا من باب الطائفية ولكن من باب السياسة. هذا استهدف كسر الكتلة السنية الكبيرة في سوريا، أنشأوا مراكز من أجل التشيع، حمل الناس على التشيع بطريق المال للفقراء ومساعدة المرضى طبيا من أجل إيجاد بؤر هنا وهناك، تتحالف مع إيران ويكون الارتباط السياسي فيها بقم بدل أن يكون في دمشق. أنا لا أدخل في الصراع من ناحية عقدية أو عقائدية، أنا أتبنى موقفا سياسيا. إيران تريد أن يكون لها موطئ قدم في سوريا ويكون الرابط بين هؤلاء البؤر الشيعية هنا وهناك التي أنشأت حوزات في هذه المناطق من أجل يكون الارتباط، والأوامر تأتيها من قم باعتبار المرجعية كما تعلمون، ولاية الفقيه وما إلى ذلك التي يعتقد بها ليس كل الشيعة. نحن لدينا في سوريا طوائف متعددة ومنهم الشيعة، نحن لا نشعر أن هناك الشيعة وسنة وما إلى ذلك، ولكن بعد فتح أبواب سوريا إلى الشيعة الإيرانيين الصفويين بالتحديد أقول هناك عملا سياسيا يجري لربط هؤلاء بالقيادة الإيرانية. وشكرا. شكرا أستاذ هيثم المالح. الزملاء الله الحمد لله وقام يكمل وزارة الصين فتح بكرة مشاكل معقد الصرف في الداخل انعكس على الخارج، واخيرا تصريح من بيدن امبارح على كده حوار تابعته كويس ان هو وصل بقى موقف المعارضه الارهابيين، وده بسبب عدم توحيد صوت المعارضه وتوحيد صف المعارضه.
فايه الرؤيه اللي حضرتك شايفها للتوحيد الصف ده؟ سؤال موجه لمين؟ نصوص طيب. انا بس حابب اعلق على امرين. يعني الامر الاول انه يمكن للمره الاولى النظام السوري بيعترف انه في شيء اسمه معارضه لم يدخل حوار معه. هذا الاجماع كونسنسوس. يعني لا اعتقد ان اي معارضه في العالم تستطيع ان تجمع كل الفصائل 100%، لكن اعتقد ان المعارضه في السوريه كان يوم في الخارج تستطيع ان تحصل على اغلبيه واغلبيه مرتاحه لبناء وتحضير مرحله ما بعد سقوط النظام. شكرا. سؤال اخر زميلتي. احد الجلاوي وكاله البشر في الارض. هذا المنطق يعني على اللحن الثاني الشعب السوري متمسك جدا بانه يكمل ويسقط النظام ويحقق الحريه لنفسه. ده بيدي صعوبه شويه وممكن يقول ان هيبقى في مواجهه لوقت طويل. هل عندكم مساء الخير؟ بدون شك الوضع القائم الحالي في سوريا بين المعارضه تحاول دائما انه تغير من الامور، لكن تركيز القوه هو على كيفيه اسقاط النظام. بعد اسقاط النظام بدون شك يحتاج الى فتره، وهذه الفتره هي مساله وقت لا مساله. وفي قناعتي ان الاوضاع تصير ما يقوم به النظام المعسكري على اسلوبه الدموي، لأن الشعب السوري في اتجاه صحيح، وأن الذي يتم سوف يكون لصالح الشعب، وبالتالي المعارضة تحاول أن تكسب الرأي الذي يخدم القضية في أسرع وقت ما يمكن. شكرا. في أحد عنده سؤال؟ ميري شوقي صحفي من جريدة اليوم السابع، وبرحب بيكم في مصر ونأكد مرة تانية مسجدنا للشعب السوري واعتراضنا واحتجاجنا ضد أي محاولات توارد ضد الإنسانية أو لبادة حرية الشعوب. ولكن أنا أتمنى من الوقت أن أنا أعرف أكثر الصورة الحالية داخل سوريا بالنسبة لموقف النظام السوري وقوته. هل صور بدل ما تطلعوا على قطاعات من جانب سوريا، هل هناك تراجع بالنسبة للجيش السوري ونظام بشار الأسد أن هناك بدأ يدعم هذا النظام أمام محاولات الصور؟ أيضا أتمنى أعرف يعني الأعداد الحقيقية لعدد الشهداء والمصابين داخل سوريا. أيضا أتساءل عن الموقف الدولي إذا ما تدخل عسكريا في سوريا، هل سيستطيع النظام الدولي التدخل في سوريا في ظل وجود إيران؟ أعتقد أن هذه عقبة ربما تقابل يعني تفكير كثير من الأمم المتحدة في التدخل عسكريا في ظل وجود إيران قوة عسكرية تمثل سوريا خط أحمر ليها لحمايتها وحماية حدودها باختلاف ليبيا. أنا أتفق معكم أن إيران تمثل يعني عقبة خطيرة في استقرار المنطقة، وتشريط أيضا بعض دول الخليج التي لا ترغب في وجود حرية الشعوب العربية أو وجود ديمقراطية، لأنها تمثل خطر على الممالك التي تسيطر عليها منذ سنوات طويلة. وأعتقد أنه حان الوقت أن يكون أن يظهر الوضع الحقيقي لموقف الدول العربية بشكل واضح لكل دولة ماذا تريد أو ما موقفها من ما يحدث في سوريا. شكرا. شكرا لي. بفتح الجواب السؤال هذا الأستاذ الصيف وسمير الصيف، هو اللي وصل للجزائر وعضو الوفد السوري في أسبوع دعم نصرة الشعب السوري. سمير صفوفة. أستاذ سمير صفوفة. ربما أبدأ من الشق الأخير السؤال حول إيران. طبعا أنا في البداية أتأكد أنه عندما نأتي إلى الشعب المصري حقيقة لا نطلب من الشعب المصري أن يتعاطف معنا،
لأن الشعب نحن جزء من الشعب المصري والشعب المصري نحن نريد من الإعلاميين المصريين توضيح الصورة الحقيقية للنظام السوري عند الرأي العام المصري المضلل من خلال ادعاءات النظام السوري بأنه نظام ممانع الله إلى آخر هذه الصورة، وأيضا إيران نظام ممانع. إذا إيران كانت العامل المساعد الأكبر لأمريكا في خلال أفغانستان، والعامل المساعد الأكبر لأمريكا وحلفها في خلال العراق، ولا يزال الآن التعاون الأمريكي الإيراني في على كل المستويات، حتى التعاون الإيراني الإسرائيلي المخابرات الإسرائيلية في تصفية العلماء والطيارين العراقيين. هذه المسائل أصبحت يعني مفتوحة، وكانوا يستخدمون حزب الله كرأس حربة للتسويق الذي كان يتحرك. أقول القيادة السياسية لحزب الله، أنا لا أشكك في جهادية عناصر حزب الله الذين يتمتعون بقدرة خارقة على التضحية بالنفس من أجل قضايا. هم مقتنعين بأنهم يخدمون القضية العربية والقومية وربما الدينية، لهم الحرية بذلك. إذا شعارات الممانعة هذه يجب على الإعلاميين تسليط الضوء على أن هذا المحور الممانع هو محور منافق أو غائي دجال. يعني عندما يكون النظام السوري ممانع لأنه يدعم المقاومة في لبنان، أليس من الأولى أن يترك مقاومة في الجولان؟ أليس هذا من الأولى؟ أما أن شعار النظام السوري أنه سيحارب إسرائيل حتى آخر لبنان، ما هذه البدعة السخيفة في ادعاء المقاومة؟ طبعا أنا من منطقة كركلة، وأنا على المستوى الشخصي أؤكد أن في منطقة كركلة أثناء اجتياح كركلة كانت هناك عناصر من حزب الله. أكدوا لي كل الأصدقاء والمرشدين في المنطقة، أنا على تواصل مستمر معهم، أن هناك عناصر من حزب الله كانت تطمس وتستبيح وتدافع. وطبعا أكد لي بعض الأخوة اللبنانيين، أنا أتردد على لبنان كثيرا، ولصداقات ضمن الطائفة الشيعية عديدة، وأريد أن أؤكد أن كل المثقفين من الطائفة الشيعية في لبنان المتنورين كلهم ضد حزب الله، مارسوا دور القتل والنهب، وتحديدا في تركلة. فأنا مطلع على ذلك، يعني هذا المستوى الشخصي مطلع على ذلك. أما حول عدد أعداد القتلى في سوريا، لا أعتقد أن هناك أحد يستطيع أن يعرف القتلى حسب منظمات حقوق الإنسان الموثقة بالأسماء وكثر فوق 3000. لكن أنا أؤكد أن القتلى في سوريا أكثر من 10,000. المفقودين جميعهم قتلى، أنا أعتبر أن المفقودين جميعهم قتلى. النظام السوري لجأ إلى التخفيف من أعداد القتلى في الفترات الأخيرة إذا استطاع، لكن العقاب للشهداء. لذلك لا يمكن إعطاء أعداد حقيقية إلا أنها كبيرة. وكما قال الأستاذ هيثم المالح، ما ترونه على الشاشات هو ما يمكن أن يسر، لكن الواقع أمر وأدهى بكثير مما نراه. إن هذا النظام حالة استثنائية في القمع والبطش والإجرام في تاريخ البشرية. شد الهم وشد الحيل وارفع راسك بالعالي، يا سوري يا سراج الليل دمك لو يرخص غالي، يا سوري.